النهارده موجود هنا عشان نشارك الشعب المصري المصر كله في تشييع جهاز كبير. احمد رجب قامه صحفيه كبيره، وان شاء الله باذن الله يعني ندعو المولى عز وجل ان يتغمدوا برحمته وان يلهم اهله وذويه والشعب المصري كله ومؤسسه اخبار اليوم ونقابه الصحفيين وكل زملائه وابنائه الصبر والسلوان، ونحسبه ان شاء الله من اهل الجنه ان شاء الله.